حياكم من جديد مشاهدينا في فقرة ضيفنا لليوم، ورح نتحدث عن الأعمال التطوعية في دولة الإمارات. دائما الأعمال التطوعية يعني نشهدها بكثرة في دولة الإمارات، والعمل التطوعي أكيد هو الذي حثنا عليه ديننا الإسلامي للوقوف إلى جانب إخواننا الفقراء والمحتاجين، وأيضا الذين لحقتهم الظروف العصيبة في الدول المختلفة وشتى البلدان. إذا لا يقتصر العمل التطوعي على أن نكون لدينا حاجة لهذا الشيء أو لدينا حاجة نفسية لهذا الشيء، وإنما هي محبة وإرادة من الداخل ومن أنفسنا داخليا حتى نكتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. إذا اليوم رح نتحدث عن العمل التطوعي أكثر يا حمود مع ضيفنا. أكيد طبعا نرحب اليوم معنا بالأستاذ عبد الرحمن سعيد، اليوم متطوع اجتماعي. حاب نتكلم معك بداية عن لماذا تطوع وما هو التطوع في وجهة نظرك؟ أول شيء أشكركم على الاستضافة. ثاني شيء الأعمال التطوعية هي تساعد الإنسان أنه يؤدي، يعني هذا عمل من نفس الإنسان يقدمه لمجتمعه ولوطنه، وممكن أنه يستفيد منه بأشياء ثانية، يستفيد منه أشياء في حياته ما كان يعرفها، فهذه الأعمال التطوعية تفيده. ممكن يحصل عليها شهادات تفيده في الأعمال يعني القادمة، مثلا إذا تقدم لعمل وتفيده في المجتمع يعني بشكل عام. أستاذ عبد الرحمن، كونك أنت مبتدئ في العمل التطوعي، يعني خلينا نتحدث عن من أين بدأت الفكرة ومن اللي حثك على أنك تدخل في مجال العمل التطوعي، وهل كان هناك أسباب وراء ذلك؟ وحدثنا عن الأعمال التطوعية اللي بدأت فيها. الأعمال التطوعية في البداية أنا ما كنت مقتنع في الأعمال التطوعية. أول شيء أنا طالب في كليات التقنية العليا، فالحين طلبوا منا في كليات التقنية العليا ما نتخرج إلا بساعات عمل تطوعي، فأنا ما كانت داخل الفكرة في راسي، فبديت قلت يلا بنشارك في الأعمال التطوعية، فبديت وشاركت وشفت الشيء، يعني الفكرة مختلفة عن اللي أنا كنت مفكر فيها في هالشيء، فبديت وياهم في الأعمال التطوعية. بديت أول عمل لي كان في تنظيم امتحان السيبة، كان في كلية التقنية العليا. من الساعة 8 الصبح بدينا، وشاركت وياهم، ساعدنا الطلاب اللي جايين للامتحان، عرفناهم، وزعنا عليهم بروشورات تخص كلية التقنية العليا، عرفناهم بالكلاسات، عرفنا كل واحد وين بيكون اختباره في أي كلاس والسيت ماله وهذه الأمور. يعني التطوع هو معروف أنه عمل بدون مقابل، عمل بدون مقابل، بدون من مقابل نفسك تقدم. يعني هو الهدف منه يعني تدعيم النفس. يعني جعل الإنسان أيضا كذلك متعاون في مجتمعه، فاعل. له دور إنساني جميل، دائما ما يحب خدمة الآخرين، ويعني هذه نقاط جدا جميلة. وخطوة جدا رائعة من كلية التقنية، يعني إضافة هذا الشرط للتخرج أو لي ليكون مشروع تخرج، شيء جميل جدا هذه النقطة في كلية تقوم بهذا العمل. حاب أتكلم أنه جميل، أنت لم تكن مقتنع، ما كنت مقتنع بالموضوع وما كنت تفكر بها أصلا، وفجأة حصلت عمرك أنك مجبر عليه، مجبر أخاك لا بطل. بتخبرك يعني أنه طيب أنت نفذت الموضوع هذا عشان بس الكلية صح؟ عشان الكلية. طيب لما نفذت الموضوع وبديت انك انت طبعا تدل الناس على وين مكان الاختبارات وين مكان هذا، هل بدا عندك دافع انك انت حتى خارج الكليه انك تقوم بهذه الاعمال؟ صراحه كان دافع قوي لي، تغيرت الفكره 24 درجه، يعني 180 درجه من يعني تغيرت عن الفكره، وحبيت اني اشارك في هذه الاعمال التطوعيه. ان شاء الله بيكون عندنا يوم السبت القادم مشاركين في تنظيم اليوم العالمي، اليوم الرياضي لساق الأجرة، بيكون على كورنيش الفجيرة من الساعة 8 الصبح لين 8 المساء، وشاركت أنا كمنظم، وإن شاء الله بنكون متواجدين معهم في كورنيش الفجيرة يوم السبت بإذن الله. طيب يعني إحنا هذا الموضوع كان لنا حديث مسبق عن اليوم العالمي الرياضي لسائقي الأجرة، حدثنا بعد تجربتك يعني في العمل التطوعي كعمل مثل هذا في إمارة الفجيرة، عن الأهداف لكيفية مشاركتكم في هذا اليوم، وأيضا ما هي المشاعر التي ممكن أنها تدفعك للقيام بالأعمال التطوعية، وماذا شعرت بعد قيامك في العمل التطوعي لأول مرة؟ صراحة بعد
أول عمل لي، حسيت أني قاعد أقدم شيء لدولتي غير أني أدرس، يعني هذا الشيء مفيد لي ولمجتمعي ويعطيني دافع. مثلا في بعض الناس يعني منعزلين، ما عندهم تواصل مع الناس، ما عندهم هذا، فهذه الأعمال التطوعية يعني تساعد يعني في التواصل، تخلي الاجتماعي، تخلي الشخص اجتماعي أكثر، نعم تخلي الشخص اجتماعي ويعرف يعني يعرف كيف ينظم، كيف يبدأ. إيه نعم مثل هذا يعني هذا اللي أضافت لك إياه اللي هي الخطوة التطوعية. نعم. زين ذكرت أنت موضوع طبعا سائقي الأجرة يوم الرياضي، أنت شاركت فيه بدافع شخصي أم في شخص قال لك شو رأيك؟ لا أنا ربيعي خبرني عن الموضوع فقلت بشارك، ليش ما أشارك؟ يعني أنا شاركت كبداية في كلية تقنية والحين حاب أجرب برا. خلصت ساعات التطوع اللي كانت مطلوبة منك؟ أنا مطلوب مني 25 ساعة. خلصتن ولا بعد؟ خلصت تقريبا 6 ساعات. ست ساعات هي نعم. والحين طبعا بتشارك بعد باقي لك؟ باقي 15 ساعة. أنا على كل سمستر طالبين من 12 ساعة ونص. أنا الحين سمستر قبل الأخير فسمسترين. كون الحدث الرياضي اللي نظمته مجموعة كارس للأجرة يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات ورح يكون انطلاقته من إمارة الفجيرة. هنا. ما رأيك بمثل هذا العمل وما رأيك مثل هذا العمل التطوعي وما أهميته لسائقي الأجرة؟ هذا عمل كبير ودافع لهم لسائقي الأجرة. وطبعاً مش المشاركة من إمارة الفجيرة بس، مقتصرة تقريباً على كافة الإمارات والدولة، وهذا دافع لسائقين الأجرة أنهم يغيروا من روتين حياتهم، أن يكون عندهم يوم رياضي، ممارسة رياضة، يعني مثل ما تعرفون سائقين الأجرة سيارات وتوصيل متعبة ووقت يعني أيضا كذا إشراكهم في المجتمع جميل جدا، وأيضا كذا مثل ما كنا طبعا تحدثنا في اللقاء السابق تحدثنا عن موضوع جدا مهم، أنه كيف أن هذه الفئة مهمة جدا وهي فئة يعني تخدم المجتمع بتواجدها 24 ساعة دائما متواجدين دائما حاضرين، فنقطة جدا مهمة. أنا حابة يعني في تفاصيل جدا لاحظتها من خلال حديثك، قاعد تتكلم عن يعني إنسان يكون فاعل في المجتمع، يكون عنده قدرة اجتماعية على التواصل مع الآخرين، هل كنت تفتقد هذه النقاط؟ ما كنت أفتقدها، يعني صداقات كانت قليلة شوي، يعني بس ما تسولف مع صداقات ربعك مثلاً، يعني ما عندك جرأة أنك تتكلم، صداقات دراسة، صداقات في التقنية، بس هذه الصداقات. أما يعني كأشخاص ثانيين ما كانت لي صداقات، كان معرفة بسيطة يعني. يعني حتى ما كنت تدخل مع الناس هلا مرحبا، لا أنت بعيد تمر وكذا لا أسلم وأدخل وأقعد، لأن ما قاعد أسولف وياهم. بس الحين مثلاً هالأعمال التطوعية علمتني إن حتى الشخص ما أعرفه المبادرة، هي نعم أقعد وياه أسولف وياه، يعني أنا حتى عن أشياء ثانية ما يخصها في المبادرة، أنه يخليني منفتح على المجتمع أكثر. ممتاز. طيب عبد الرحمن خلينا نتحدث عن أشكال العمل التطوعي، ما هي أشكال العمل التطوعي؟ يعني هناك في عمل تطوعي ممكن أن يكون تبرعات اللي ممكن نشهدها في شهر فضيل شهر رمضان. نعم. مثلا اللي هي ممكن تكون مبادرات خيرية. نعم. العمل التطوعي كسائقي مثلا الأجرة كيف أنه كان يخصص لهم يوم أنه يشارك كل المجتمعات أو كل فئات المجتمع في هذا اليوم دعما لسائق الأجرة. خلينا نتحدث عن أشكال أخرى أيضا العمل التطوعي. أشكال أخرى مثل ما قلتي في رمضان تكثر الأعمال الخيرية، وفي الحج أيضا كذلك يكون في تنظيم للحجاج. نعم في تنظيم أكيد. إيه. مثل يعني هل هو يقتصر على الطعام والشراب وهاي أو هناك أعمال تطوعية أخرى يعني ممكن يكون؟ يعني هل يعني شاركت في أعمال وطنية، فعاليات وطنية مثلا عندك يعني؟ فعاليات وطنية في اليوم الوطني شاركت. إيه. شاركت في بس عندنا في كليات التقنية العليا. هذا شكل من أشكال التطوع والمبادرة. نعم. كمنظمين بعد شاركنا في كليات التقنية العليا والترتيبات وهذا الأمور. وفي رمضان يعني عندك بعد مشاركة أصدقاء يعني ربعي شاركوا مع الهلال الأحمر في توزيع وجبات على جميل. على يعني على الناس وقفوا صوب. تسوون خيمة في رمضان ولا ما تسوون؟
خيام في رمضان خيمه كذا لسه هو مبتدئ لازم هاي ضروريه ومن عاد يتطوع انه يتابع اعمالها انت ولا واحد برا لا كل الشباب يوزعون على بعض يوزعون الاعمال مش خيمه هي في مجلس يعني كذا بعض يسويها خيمه قدام البيت وبعض يسويها في المجلس على حسب في المجلس نعم جميل انا حابب يعني اتكلم مع طبعا الموضوع شوي شبابي وتطوع وكذا هل لاحظت انك انت خلال حياتك اليوميه صرت شوي تبادر اكثر من قبل يعني اي شيء يعني يصير في البيت مثلا الوالده تبغى شيء انا بسويه ولا هي نعم غير هالشيء فيني وايد قمت ابادر حتى في البيت وخارج البيت يوم حد يطلب مني شيء انا ابادر ان انا بسوي ابى اخلص انا مره حاضر في المتطوعيه قبل ما كنت قبل كان شوي تتعايز يعني ايش معنى انا وليش انا بس الحين لا جميل هذه الروح جدا جميله ورائعه ان الواحد طبعا يعيشها خلنا شوي نتكلم معك ايضا كذلك عن غير حياتك اليوميه غير حياتك الدراسيه طموحاتك المستقبليه بعد انتهائك من الكليه التقنيه وين ناوي تنطلق وش تفكر فيه في المستقبل يعني افكر اول شيء اول ما اتخرج اني اداوم في مكان يطمح للمستقبل مثل عندك مدينه مصدر في ابو ظبي او الطاقه النوويه اللي هي ايرينا لان هذه مستقبل الامارات مثل ما تقول جميل اطمح لها جميلة. وهذه مبادره جدا رائعه منك التفكير بهذه الطريقه نعم جميل يعطيك الف عافيه حقيقه على هذا الموضوع الجميل وعلى هذا التطوع واتمنى يعني ان نشوفك ان شاء الله مستقبلا في فرقه تطوعيه كثيره موجوده نعم. فكرت فرقه معينه تنضم لها في فرقه اللي هي اسعد شعب افكر اني انضم لها ان شاء الله ايش معنى هالفرقه عن الفرقه الثانيه جميل حتى الاسم اسعد شعب الاسم شدك ولا اللوائح الاسم والشباب اللي وياي الشباب اللي عندي مشاركين في الفكره في هالفريق فساعدوني يعني قالوا لي لان الفريق جميل الصاحب ساحب هاي لا مش الصاحب ساحب بس يعني فيها يعني روح الفريق فيها روح الفريق اي روح التعاون نعم جميل افكار حلوه يعني الواحد تفكرين ضمين انا قاعده ادور على فكره يعني رحت الجمعيه الخيريه من شي اسبوع مو قصه ان الواحد يقول لك يسوي عمل خيري ويقعد يتكلم فيه قدام ناس انه مثل ما يقول يروح اجرى لكن الاعمال الخيريه كان لها شروط حسيت شوي تطوعيه فرق تطوعيه يوم سائق الاجره ان شاء يعني. الله راح اكون مشاركه وفي يعني اعمال قادمه ان شاء الله يعني انا شاركت فيها من الاسبوع الماضي انا كان الاسبوع الماضي شغال على التطوع شوف هو فجاه صحيت من النوم وبغيت اتطوع لا مو قصه تطوع قصه ان الواحد يكون مع طبقات المجتمع اكثر أكيد. نحن اليوم سعداء جدا انا والله كنت قبل مشارك في فريق تطوعي وكان طبعا فعلا روح جميلة تشعر بها في هذا الفريق وتشوف تعاون وتشوف تآلف وتشوف أنه كل واحد منهم عنده مسؤولية ومسلم فيها والدقة في المواعيد مهمة جدا كل هالتفاصيل تغير من حياتك على فكرة مستقبلا يعني أكيد خطوة جدا جميلة من كل التقنية أنها طبعا تشجع الشباب على هذا الأمر أنهم طبعا يكونوا مبادرين موجودين مساهمين أكيد فاعلين في المجتمع يعطيك ألف عافية طبعا عبد الرحمن سعيد متطوع اجتماعي وطالب في كلية التقنية يعطيك الف عافية الله يعافيك شكرا لك والله